زي ما حضراتكم شايفين دي كواليس سفر بعثة النادي الأهلي طبعا إلى عشان تلعب ذهاب أفريقيا في تونس، وطبعا رئيس البعثة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وطبعا مجموعة كبيرة من أعضاء المجلس. شفنا كابتن مرتجي، شفنا كابتن سراج أو دكتور سراج، شفنا أستاذ جمال جبر، شفنا مجموعة كبيرة، أستاذ الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة، الكابتن محمد الجرحي عضو مجلس إدارة، الكل بيدعم النادي الأهلي، كابتن أستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة. يعني أنا دول اللي قدرت أشوفهم الحقيقة، وزي ما حضراتكم شايفين كابتن محمود الخطيب يعني بيمر على فرد فرد في البعثة بيسلم عليه، روح كبيرة، معنويات عالية، إن شاء الله نرجع هناك بنتيجة إيجابية جيدة جدا تسهل علينا مباراة العودة. طبعا دي رحلة خاصة من طبعا رحلات النادي الاهلي المكوكيه اللي بتطلع لافريقيا. النهارده احنا خامس سنه على التوالي الحمد لله فاينل افريقيا، اتمنى كل التوفيق. اوعى نقول واوعى نقول ان طبعا يعني ان احنا دايما كعبنا عالي، لا الكلام ده ليس له اي اساس من الصحه. ادائك في الملعب، رجولتك في الملعب، والنادي الاهلي دايما الحقيقه بيكون في المواقف الصعبه بيكون موجود، روح البطل بتبقى موجودة، روح الفانيلة الحمراء، إصرارهم على المكسب هو ده اللي هيحسم اللقاء، مش أي حسابات تانية. أنت انسى كل الحسابات، ودي لعبتنا. وجود كابتن محمود الخطيب النهاردة على رأس البعثة أكيد دي رسالة لكل اللاعبين على دعم النادي الأهلي، دعم وقوة. يعني موقعة أكيد مش سهلة، مباراة العودة طبعا بتبقى هي 90 دقيقة الأولى، فطبعا وجود كابتن محمود الخطيب مع الفريق وزي ما حضرتك شفته بيمر على فرد فرد في البعثة من أول الطيارة الأخيرة. زي ما حضراتكم شايفين دي كواليس الحقيقة حصري على قناة النادي الأهلي زي ما عودناكم، كل التوفيق الحقيقة. أنا وأنا بتكلم عن طبعا الكواليس وعن سفر البعثة يعني الواحد يعني مشاعر كبيرة تتحرك جوايا، نفسي إن شاء الله ربنا يكرمنا ونتوج بهذه البطولة، نفسي إن شاء الله النادي الأهلي يحصل عليها، نفسي مجهود اللعيبة الضغط اللي طول السنة بيشوفوه، مستر كولر طبعا المدير الفني الحقيقة اللي موفر استقرار فني للفرقة بشكل كبير، اللعيبة في أفضل حالاتها، لازم كله ينسى، لازم الكل يدعم النهاردة النادي الأهلي، وإحنا متأكدين إن جماهير النادي الأهلي هتوصل رسالتها للعيبة، وأيا كان النتيجة هناك إحنا إن شاء الله المباراة أو اللقاء عباره عن 90 دقيقه هناك و90 دقيقه هنا، 180 دقيقه احنا انت هي دي لقاءات الفاينل، والحمد لله ان يعني في سنه من السنين كانت عمل الفاينل مباراه واحده، ولكن النهارده بنتكلم على ذهاب وعوده، والعوده ان شاء الله في استاد القاهره هتكون، فباذنك يا رب، باذنك يا رب ان شاء الله ربنا يكلل مجهود هذا الفريق بالنجاح.